إذا كان فرصة ونريد أن نقول للخليج نحن سنشاركك في نفطك ونحن لدينا القدرة البشرية سيشعر أننا مهاجمين له. بالتالي أنا سأريد أن أقول له أنني بإبداعي سأعطي قيمة مضاعفة جدا للنفط الذي لديك لكي يكون لديك مزيد من الأرباح، هو وأنا سيكون لدي مزيد من الأرباح من خلال قيمة بشرية. صحيح. وبالتالي أي تجمع بشري، أي تكتل، أي آلية، أولا تظهر من الهوية، وثانيا يجب أن يكون قيمة مضافة على أي شيء قطري على لكي يعطي نتائج. نحن كنا فوضويين في طروحاتنا وغير مكترسين بمشاعر الآخرين وأولوية مصالحهم، ولكن الشيء الأهم أن الشخصية القومية غير متكزة على شخصية محددة. وحين يوم نحن اليوم نعيش أكبر تحدي، أريد أن أوضح، أريد أوضح نقطة. الدولة السعودية على سبيل المثال إذا أرادت أن تقيم وحدة عربية، إذا أردنا أن ندخل في وحدة عربية واجتمع، لننسى أننا لا تفكر إلا بشخصية إسلامية من زاوية محددة. ألم تفرض رؤيتها في الدين وفي التدين؟ ما بعرف بإيش، يعني ما بلاقي تعبير. أنا لا يؤمنون بالسياسة لأنهم، ولا يؤمنون بالأحزاب السياسية، لا يؤمنون بكل أشكال الدولة المعاصرة. يعني 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 تعجز عن توصيفهم يا دكتور خير. زاوية أخرى، من بإرادة من؟ فهلأ إذا أجينا بدنا نعمل معهم واحدة. طب هذول مثال، هذول مثال وليس المثال الوحيد. دكتور هاني لو سمحت، يعني إذا الحضاري كان ممكن يكون أكبر قاسم مشترك أعظم ما بين العرب فيما يعني المفهوم الوحدة، إذا كان بنضجه، إذا كان بأرقى تصوراته وإنسانيته. ولكن في زمانه السيد الرئيس في كلمة له قال نحن نربط كل شيء بالعلاقات السياسية، فما دخل